حتى الآن ما زالت محاولات قوات الاحتلال محاولات بائسة من أجل تحقيق اختراق منطقة الشجاعية بريا، إلا أن قوات الاحتلال حتى الآن تلقت ضربات موجعة من المقاومة الفلسطينية وفشلت حتى اللحظة في الدخول بشكل كامل رغم استهداف حي الشجاعية بأكثر من 60 صاروخ حتى الآن. طبعا الشجاعية ليها تاريخ أسود هيئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبتعتبر هدف ليهم من 2014 بعد خطف الجندي شاول أرن. معانا على الهاتف اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، نتعرف منه على تفاصيل أكتر. طبعا بنرحب بحضرتك يا فندم، وبعد التحية خلينا نعرف من حضرتك التقييم العسكري للخسائر والضربات اللي تلقاها الاحتلال الإسرائيلي منذ اقتحامه في لحي الشجاعية بشكل بري. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدين في كل مكان. طبعا العملية من أولها زي ما بنقول ان الجيش الاسرائيلي اثبت فشله الكامل في تحقيق اهدافه العسكريه. هو يجيد فقط الضرب عن بعد، يجيد قتل المدنيين العزل، يجيد العمل على الحاصره المدنيه الرخوه، اما مواجهته لاي مقاتلين فالنتيجه زي ما احنا شايفين في الشجاعيه، وزي ما احنا شايفين في جباليا، وزي ما احنا شايفين في غزه وفي خان يونس وفي كل المناطق دي، في اي مواجهه مع المقاومه هم اللي بيخسروا دائما القتلى بتوعهم. ويكفي اخر حاجه لسه هم ضاربين ثلاثه من الرهائن بتوعهم قتلينهم. اكثر جيش في العالم بيقتل بعضه بنيران صديقه هو الجيش الاسرائيلي، وده ناتج لسبب بسيط جدا، حاله الرعب والفزع. يعني لو جندي ماشي ومعاه زميله واتضرب عليهم ممكن يضربوا بعض، هم كل واحد فيهم بيضرب في اي اتجاه، ما عندهمش الثبات الانفعالي انه بيقف بيشوف النيران دي جايه منين بيضرب، ما فيش المهاره دي. ده لو زميله سبق بس لتنفيذ مهمه وهو راجع بيضربه. شايفينه ما لا يدل عن ان هناك جيش له كفاءه عسكريه وكفاءه قتاليه. طيب تقييم حضرتك للمشهد بشكل عام، يعني حضرتك قلت دلوقتي انه قوات الاحتلال لم تحقق اي نصر نتيجه تقدمها بريا، ولم تتقدم بري بشكل كامل في منطقه الا وتكبدت خسائر فادحه. لماذا حي الشجاعيه وبنتكلم في اكثر من 60 صاروخ؟ اعتقد ده رقم كبير جدا على هذا الحي. انا قلت لك ان هم من البدايه لا يجيدوا اي مواجهه، وعشان يعمل اي مواجهه بيعمل تمهيد نيراني عشان يضمن انه اسكات او تدمير كامل بنسبه 100% للقوات اللي موجوده قدامه، رغم ان اللي موجودين قدامه ما هماش ما هو له جيش ولا هو شايفه، دول مقاتلين ولكن مقاتلين على درجه من الشجاعه والكفاءه ان هم بيهاجموا من المسافه صفر. ودي المشكله، هو الاسرائيلي عايز يضرب عن بعد فقط، مش عايز لا يشتبك ولا يبقى في اتصال مباشر بينه وبين من يقتله، هو فقط يجيد الضرب بالطيران بالمدفعيه بالدبابه عن بعد، انما ان هو يقاتل وجها لوجه هي دي مشكلته. عندنا حي الشجاعيه وكل الاحياء او الاماكن اللي اتضربت واتدمرت بالطائرات دي الكتائب، او لان القوات المقاومه موزعه في كتائب ولها نطاقات او قطاعات مسؤوليه زيها زي اي جيش نظامي، بس ما حدش منهم ظاهر، يعني هم مش موجودين في الانفاق فقط، لا ده هم تحت الركام اللي الاسرائيليين بيتخيلوا ان خلاص ده ما فيهوش حد، فيفاجئوا من المسافه صفر ان هناك من يهاجمهم. وبالتالي الخسائر الكبيره اللي في القوات الاسرائيليه دي نتيجه حاجتين اتنين، رقم واحد ان هم ما عندهمش اي عمليه استطلاع تقول ان تقدر تحدد فين الهدف اللي يضربوه، ده رقم واحد. رقم اتنين حالة الفزع اللي بتنتابهم لما بتطلق عليهم النيران فيقتلوا بعضهم البعض بالنيران الصديقة، دي السببين اللي المشكلة اللي هتواجه الاسرائيليين دائما في اي عمليات اقتحام سواء حالية او قادمة. طيب سيادة اللواء، خليني ارجع لنقطة حضرتك ذكرتها، وهي فكرة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي بالفعل قتل ثلاث رهائن اسرائيليين عن طريق الخطأ. اول سؤال يا فندم،
لماذا اعلن او لماذا اعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي؟ عاده هم لا يعلنوا اصلا عن قتلاهم او عن ضحاياهم بشكل ان كان شكل اني او شكل في وقتها، او حتى لا يعلنوا عن الارقام الحقيقيه. ده اول سؤال لحضرتك. تاني سؤال، البعض يتساءل برضو يعني قتل ثلاث رهائن ده ازاي حصل؟ هل بالفعل يعلموا اماكن هؤلاء الرهائن؟ ده ازاي حصل؟ وعلى جانب اخر بالفعل كمان تم اصابه قائد لواء جولاني وهي تعتبر كالكوماندز الامريكي او القوات الخاصه، بعد اصابه اصلا القائد الاصلي او القائد الاساسي. تمام. يعني شوف حضرتك، على فكره الاول اجاوب على السؤال الاولاني اللي هو بتاع اعلانهم عن الرهائن القتلى. هم الثلاثه اللي اتقتلوا في واحد منهم اهله رفضوا ان هو يتقال اسمه واستاذنوهم من البدايه. اسرائيل المشكله الكبرى اللي جسمه على صدر الحكومه الاسرائيليه هي الرهائن والاسرى. ربما الاسرى عندهم قانون اسمه قانون هانيبال، ده بيتيح للجيش الاسرائيلي انه يقتل الاسرى بتوعه هو اللي في ايد اي مقاومه اخرى عشان ما يسببوش ضغط عليه. المشكله في الرهائن، وبالتالي اعداد الرهائن الموجودين اهاليهم على طول بيطالبوهم بيهم. فين ولادنا؟ طب باي ثمن لازم ترجعهم لنا؟ مش لازم بالقتال، شوفوا المقاومه عايز ايه واديها لها على طول. فهو لما بيعلن قتل اثنين او ثلاثه النهارده، ده بيقلل او بيشيل عن صدره الكابوس من بتاع اهالي هؤلاء الرهائن اللي كلهم بيطالبوه. فهو ايه بقى بعد ما كان العدد 140 او 150؟ لا ده بقى نقصوا ثلاثه وهكذا. فبالتالي ما يقدرش ان هو ياخر، طالما قتلوا لازم يعلن على طول في وقتها، والا بعد كده هيطالبوه بالناس دي. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان الجسامين دي لازم اولا اتفحصت تماما وتاكدوا ان هم اسرائيليين، لازم تسلموا لذويهم. فما يقدرش يقول ان احنا مش احنا اللي قتلناهم. ليه؟ لان ايضا التشريع بيبان ان دول قتلوا بنيران اسرائيليه مش نيران مقاومه. فكل الكلام ده لانه هيظهر هو بيتخلص منه وبيعلنه، ما يقدرش يخفيه لانه هيظهر وهيبقى فضيحتهم اكتر، مش وسائل الاعلام فقط ولكن من الجمهور ومن اللي هم المواطنين الاسرائيليين. عشان كده بيعلن وبيعلن بالاسماء، لان هذا ما لا يستطيع ان يخفيه، واخفائه بالنسبه لهم هيبقى مشكله اكبر. طيب نكمل السؤال الثاني بتاع جمانة، هل اصبحت قوات الاحتلال على علم باماكن المحتجزين والأسرة؟ لا لا لا، ما اصل هم المقاومه يعني لديها من الذكاء ما يحرمهم من هذا، من هذه المعلومة. ازاي؟ ان الرهائن مش كلهم في مكان واحد ابدا، ومش كلهم في الانفاق، ده في منهم اللي فوق الارض، وفي منهم اللي في مباني موجودة. يعني لو رجعنا نقول لمن سلموا من الرهائن الاوليين خالص، ولما كانوا بيحكوا انهم كانوا بيقعدوا وبيشمسوا، يعني ما كانوش في انفاق، وكانوا قاعدين في بيوت يعني فيها نوع من الرفاهيه، وكان بيتقدم لهم الاكل، وفي اطباء بيكشفوا عليهم وبيتعالجوا. فالمقاومه يستحيل تحط كل البيض في سله واحده، دول موزعينهم وموزعينهم بطريقه ما، بحيث ان حتى يبقى نوع من الضغط على متخذ القرار الاسرائيلي ان قد هو يقتلهم بنيرانه هو اذا ضرب هذه الاماكن. فبالتالي عمليه التوزيع صعب جدا ان الاسرائيليين يعني ده بيؤكد ان هم او للاسرى. ده بيؤكد يا فندم ان هم ما خدوش اي معلومه من قبل المحتجزين اللي تم اطلاق سراحهم من المقاومه، ما قدروش يوصلوا لمعلومه هم موجودين فيه. ده حقيقي. وده اللي المقاومه بتعمل حسابها تماما لما بتتعامل مع الاسرى او مع الرهائن، ان هم ما يقدروش يخرجوا بمعلومه
تفيد الجانب الإسرائيلي. يعني هم الفلسطينيين على درجة من الذكاء ومن الخبرة من الجانب الإسرائيلي إن هو ما يستفدش نهائي من أي معلومة من هذا الرهين أو الأسير اللي بيتم استعادته، بل بالعكس ممكن يستخدموه في تضليل من يستجوبهم يعني بس أو تسريب معلومات معينة لهؤلاء الأسرى أو الرهائن تضلل من يقوم باستجوابهم. طيب سيادة اللواء، يعني الجميع يحلل الحقيقة استراتيجية قوات الاحتلال الإسرائيلي اللي هي واضحة جدا، وهي سياسة الأرض المحروقة واستخدام قنابل كثيفة واعتبار المدنيين ك يعني زي ما بيقال عنهم ان هم خسائر حرب، يعني او خسائر مفترض او معروف انها هتحصل. لكن بالنسبة لاستراتيجية المقاومة الفلسطينية على الأرض ازاي بيتحركوا؟ شوفي، المقاومة الفلسطينية الفلسطينيين من البداية هم عارفين ان اسرائيل هتلجأ الى هذا الاسلوب اللي هو الارض المحروقة وتدمير ما تستطيع ان تصل اليه نيرانها من مباني او منشآت، وبالتالي هم بيتواجدوا باستمرار. يعني القتال بتاعهم ان هم عشان اولا ما تستنفدش الذخائر او الاسلحه اللي معاهم ويقللوا تعرضهم وخسائرهم، فبيهاجم القوات الاسرائيليه من المسافه صفر. يعني عايز الطلقه لما يضربها ما يضربش ايه على العدو بتاعه اكتر من طلقه واحده، ما يحتاجش انه يضرب طلقتين عشان يموته. وبالتالي هم مدربين على درجه عاليه جدا، ده رقم واحد. رقم اثنين، سمو الهدف بتاعهم، ان ده واحد بيدافع عن ارضه وعن حقه وعن عرضه وعن حياته، وبالتالي هو مش عايز اقول ان هو بينتظر الشهاده، هو رايح لها برجليه وعارف انه ده مصيره، وبالتالي ما عندوش خوف. والخوف هنا يعني زي ما بيقول احرص على الموت توهب لك الحياه، بتوهب لهم الحياه من شجاعتهم، من اقدامهم، من مواجهتهم للعدو الاسرائيلي. زي ما بقول ما فيش عدو يضرب عليه طلقتين من اول طلقه، وبالتالي بيقترب منه. ده دليل على انه عنده مهاره في الميدان لابعد مدى، اللي يستخدم الارض. يعني ممكن الجنود الاسرائيليين زي ما تقدموا بمنتهى الاريحيه ويفاجئوا انه بيهاجموا من تحت رجل مباشره، او يدخل زي ما قبل كده دخلوا في احدى الغرف وبيحتموا بيها نسفوها عليهم تماما الفلسطينيين. فاذا لديهم مهاره شديده جدا، لديهم شجاعه، لديهم الثقه والنصر او الشهاده، اما انه ينتصر او يستشهد ما قداموش حل تاني. ده سر نجاح المقاومه، واللي اسرائيل بدات تدرك تماما انها لم تستطيع ان تقضي عليها باي حال من الاحوال. طيب سياده اللواء، اللي بيبدا بالهجوم هو اللي بيكون عنده الاستعداد الاكبر ومستعد لرد الفعل. السؤال الاهم، هل كانت المقاومه مستعده لاطاله امد المعركه بهذا الشكل؟ ده اكيد. يعني اول حاجه، يعني في حاجه عندنا في التكتيك او في الاستراتيجيه اسمها نقول ايه، قبول الحصار. يعني ايه اقبل حصار؟ يعني اجهز الموقع اللي هعاصر فيه لمده معينه، طبقا اللي انا مخطط شهر اتنين سنة أكثر، بإن بيبقى معايا سلاح، معايا ذخائر، معايا حاجات طبية للعلاج، معايا أكل ومية يكفيني. فهم مجهزين من الأول أن يقبلوا الحصار لمدة في تقديري لا تقل عن سنة. ده في تقديري الشخصي، وقد يكون أكثر أو أقل، إنما بالمنظر اللي هم بيقاتلوا بيه والصواريخ اللي لسه امبارح بيضربوا القدس المحتلة وبهذه الكثافة وبالشكل الرائع ده، لا ده دول بيحاربوا على مدى طويل، مش واحد خلاص خلص سلاحه، لا دول مخططين ويقبلوا الحصار لمدة طويلة. ولذلك انتصارهم ده يعني ما بقاش فيه شك. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. بنشكر حضرتك يا فندم على كل هذه التحليلات الهامة.